فجر 26 مارس 2015 اخترقت فجأة مقاتلات التحالف العربي سماء اليمن. كانت الوجهة صنعاء التي شهدت غارات جوية مدمرة. حينها تفاجأ اليمنيون، إلا أن أغلبهم تقبل الأمر، لأن الهدف المعلن مما عرف وقتها بعاصفة الحزم استعادة العاصمة صنعاء من ميليشيا الحوثي التي انقلبت على السلطة التوافقية في سبتمبر 2014 بالتحالف مع صالح وبدعم من إيران. لم تمر سنة على عاصفتي الحزم والأمل حتى بدأت الشكوك تراود اليمنيين من تدخل التحالف، حيث ظهرت ميليشيات مناطقية وكتائب سلفية خارج نطاق الجيش اليمني. ولم يأتي عام 2017 حتى انفض الإجماع العربي مع خروج قطر وبقية الدول مما عرف بتحالف دعم الشرعية في اليمن، لينحصر بعدها في السعودية والإمارات. مرت الشهور وتوالت الأحداث لتفصح عاصفة التحالف السعودي الإماراتي عن نتائج لا علاقة لها بالأهداف المعلنة استعادة الشرعية وإخضاع ميليشيا الحوثي. فالمناطق الجنوبية تم تسليمها لتكوينات مسلحة منضوية في إطار المجلس الانتقالي، أما الغربية فمنحت لألوية عسكرية إماراتية سلمت إدارتها لطارق صالح، بينما ألحقت مناطق لم تطأها أقدام الحوثي بإدارة مباشرة للرياض وأبو ظبي. ما بين 2018 وحتى 2020 نفذت التشكيلات الميليشياوية المسلحة التابعة للتحالف سلسلة انقلابات في عدن وسقطرى برعاية إماراتية، وتقاسمت السعودية مع الإمارات السيطرة على المجال الحيوي لشبوة والمهرة وحضرموت، ما خلق استياء شعبيا وصل حد وصف التواجد الإماراتي والسعودي بالاحتلال، واتسعت معه دوائر الرفض النخبوي والسياسي وحتى الرسمي لسياسات التحالف. في مارس 2021 أعلنت السعودية فشلها في إخضاع ميليشيا الحوثي وعرضت مبادرة سلام معها، وفي مارس 2022 دعت الرياض لمؤتمر حوار رفضه الحوثيون الذين انتهجوا سياسة إطلاق الهجمات على المنشآت الحيوية للمملكة، فيما اتضح بعد 7 سنوات أن خصومات التاريخ مع اليمن بالنسبة للسعودية أقوى من المصالح المشتركة، فاليمن يجب أن يظل حديقة خلفية سعودية حتى ولو زرعت فيها نباتات إيرانية سامة.